أعتقد أن المشروع اللي موجود حاليا خاصة أقدر والمشاريع هذه الوطنية وتمكين الشباب مهم جدا أن تسمع من بعض الخبرات اللي مرت على دولة الإمارات، سواء من عملية تمكين الشباب، سواء كان من بناء المجتمع، سواء كان من تطوير وتنمية البلد، فهي نوع من التميز الموجود في الدولة، وهذا يساهم مساهمة فعلية في خلق الوظائف، في النمو الاقتصادي، في تطوير المجتمع والحضارة وأيضا البناء. وأعتقد أن هذه هي أهم اللبنات اللي المرحوم الشيخ زايد كان يتمنى أن تحصل، والآن حاصلة بجهود شيوخنا إن شاء الله.